في أول اجتماعاته هذا العام رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، متوافقا مع التوقعات في السوق ومبطئا بذلك وتيرة التشديد من 50 نقطة أساس المعلنة في ديسمبر الماضي. بينما أكد جيروم باول أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوقع عدة زيادات إضافية قبل التوقف عن التشديد، مستبعدا أي تخفيضات في الفائدة هذا العام، إلا أن الأسواق ترجمت التصريحات باعتبارها أكثر تفاؤلا، مسعرة في المقابل خفضا محتملا في الفائدة ب 50 نقطة أساس في النصف الثاني من العام بعد بلوغ المعدل ذروته قرب 4.9%. باول قال أن إبطاء التضخم قد بدأ، إلا أن ذلك لا يعني أن معركة الفيدرالي قد انتهت، خصوصا وأن معدل التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة. ومع ذلك انتقد وول ستريت لهجة باول باعتبارها لينة، ليغلق مؤشر S&P 500 سهم مرتفعا بأكثر من 1%، معه الناسداك أيضا، ناسداك 100 سهم اختتم جلسة التداول أمس عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر. واللافت في حديث باول كان إشارته إلى أن الظروف المالية أصبحت أكثر تشددا بشكل ملحوظ على مدار العام الماضي، حتى أن بعض المحللين تساءلوا عن المقياس الذي كان يشير إليه باول. فمؤشر بلومبرغ للظروف المالية الأمريكية بات في خانة الإيجابية عند مستويات تفوق تلك المسجلة قبل بدء دورة التشديد في مارس الماضي. دعنا نلقي نظرة على مؤشر بلومبرغ للدولار بشكل سريع، رأينا فيه طبعا هذا التراجع والذي وصل إذا بالدولار إلى مستويات متدنية هي الأدنى منذ أبريل من العام الماضي، 2.86%، أيضا هي خسائر الدولار منذ مطلع هذا العام مقابل هذه السلة من العملات. مع تراجع الدولار نتوقع أن نرى ارتفاع بالذهب، فعليا الذهب يسجل ارتفاع صباح اليوم 1.3% ليعود إلى مستويات 1968. وينضم إلي الآن من دبي شريف فرحة، رئيس الاستثمارات لدى HB Investments. شريف صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. يبدو بأنه السوق إذا ترجمت كلام باول بأنه بشكل متفائل، هل برأيك هناك أساسات لهذا التفاؤل رغم أنه رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عن مزيد من التشديد مقبل؟ صباح الخير. هناك أمر مؤكد ألا وهو أننا تجاوزنا ذروة التضخم، والفيدرالي يجب أن يكون أكثر حذرا وهو لا يستطيع وقف رفع التضخم في وقت قريب، لأن التضخم يجب أن ينخفض إلى مستهدف 2%. التضخم حاليا يتجه إلى 2%، وباول يريد للتضخم أن يكون أدنى من 2%، لذلك خففوا وتيرة رفع الفائدة إلى مجرد 25 نقطة أساس، وقال يوم أمس إنه يريد زيادة الفائدة لمرتين أو ربما لثلاث مرات. من الصعب الإجابة عن ذلك. سوق السندات والعقود الآجلة للفائدة المستقبلية تحتسب أن تصل الفائدة إلى ذروة إلى 4.9% مع خفض الفائدة في النصف الثاني من العام. من الصعب أن نعلم ما هو الجواب الصحيح. نرى تأثيرات الرفع السابق للفائدة يتجلى في السوق، وهذا ما قاله باول في السوق. قال إننا نريد أن نرى تضيقا أكبر في الظروف المالية، وبالتالي سنرفع الفائدة رفعات إضافية، نتوقع رفعا إضافيا ب 25 نقطة أساس في مارس، والأسواق تحتسب ذلك. ثم السؤال، ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ هل سيتوقفون عن رفع الفائدة أم سيواصلون رفعها؟ وباول أعطى يعني خلى الكثيرين يتساءلوا عن ما يعنيه لما قال بأنه الظروف المالية أصبحت أكثر تشددا في السوق، والسؤال كان على شو عم بيستند أو على أي معيار عم بيطلع باول لما بيصرح بهيك تصريح. So you know,
هناك أمران. أولا، هناك تباطؤ في السوق السكنية وأسعار السلع تتراجع. رأينا النفط الذي سجل أداء عظيما العام الماضي، أما هذا العام فالنفط متراجع. إذن هناك هبوط في السلع والسوق السكنية، ومع ذلك فإن الاستهلاك وربما سوق العمل ما زالا صامدين مقارنة بالمجالات الأخرى، وبالتالي هو يراقب الاستهلاك وتضخم الأجور وسوق العمل، وهذان مؤشران مهمان إلى جانب البطالة. طبعا هذه المؤشرات لم تتراجع بالوتيرة التي كان الفيدرال يرغب بها. فإذا هل نمشي وراء الركب؟ هل نلحق التوجه بالسوق الذي لا شك بأنه متفائل، وهذا ما نقرأه على الأقل من الارتفاع بالمؤشرات، رغم أن نحن في منتصف موسم الإعلان عن نتائج الشركات؟ هذا سؤال عظيم وهو مؤلف من شقين. أولا، الارتفاع في المؤشرات الذي نراه منذ بداية العام، هذا الأمر مرتبط بتراجع التضخم وتراجع عوائد السندات. سند العشر سنوات عائده متراجع منذ بداية العام، وهذا أمر مهم بالنسبة للسوق، كما أن هناك بيع على المكشوف. ففي العام الماضي كان هناك تصحيح ثم حصل رالي ارتياح في يناير، فهل هو مستدام؟ من المهم أن نتذكر أننا إذا نظرنا إلى فئات الأصول العام الماضي، الأسهم كانت متراجعة والسندات كانت متراجعة وبيتكوين كانت متراجعة والدولار كان قويا في العام 2023، والنفط كان قويا في 2022. أما في 2023 النفط متراجع، الذهب مرتفع، الدولار متراجع والسندات مرتفعة. فهل هذا الرالي سيستمر ورالي ارتياح، أم أنه ناجم عن حركة الفيدرالي؟ وإذا أوقف الفيدرالي رفع الفائدة هل سيستمر الرالي؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. هناك موسم أرباح الشركات، وأرباح الشركات كانت متفاوتة، لم تكن رائعة أو لم تكن سيئة بل كانت متفاوتة. الأمر الأهم الذي يجب أن نراقبه حاليا هو الإحصائيات الاقتصادية والتوقعات التي تقولها الشركات لما تنتظره في هذا العام. وحتى الآن هذه التوقعات متفاوتة. عادة كان الأفضل هو متابعة سوق السندات أكثر من متابعة الفيدرالي، وعادة كنا ننتبه أكثر إلى ما تقوله سوق السندات. فإذا أنتم عم تدخلوا شارين، بيقولوا بأسواق المال أيضا no when in doubt do nothing. قديش ممكن هذه الاستراتيجية تخدم بالوقت الحاضر، أو هل ممكن أنه يكون في ما يعرف بال opportunity loss، أنه فرصة ممكن نضيع؟ لا أعتقد أننا مشترين، وهناك قدر كبير من الأموال النقدية التي تنتظر أن تستثمر، سواء في الكاشية أو هو لم يدخل، أو الأموال النقدية لم تدخل إلى أسواق الأسهم. عندما تدخل أو لكي تدخل الأموال النقدية إلى سوق الأسهم، هذا الأمر يتطلب وضوحا أكبر بخصوص الفائدة، لكنه يتطلب أيضا مراجعة لأرباح الشركات والأساسيات الضمنية، هل هي تتدهور أم تتحسن؟ هذان أمران نراقبهما معا. بالنسبة لأسواق الأسهم من المهم أن نراقب الفيدرالي، لكن حتى الآن الفيدرالي قال إنه سيواصل رفع الفائدة، وهذا الأمر يجب أن يترك أثره على الاقتصاد وأيضا على أرباح الشركات. شريف فرحة، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح. وبعد الفيدرالي، البنوك المركزية في الخليج، في السعودية، الإمارات، البحرين، كلها رفعت أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية مثل الفيدرالي، في حين قرر بنك قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير. في السعودية، البنك المركزي أقر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء أو المعروف بالريبو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس أو الريفرس ريبو
بنفس المقدار إلى 4.75 نقطة مئوية. الإمارات أيضا رفعت معدل الفائدة الأساسي ب 25 نقطة أساس إلى 4.65%، ولكن أبقت الإمارات السعر الخاص بالاقتراض قصير الأجل دون تغيير عند مستويات تفوق السعر الأساس بنصف نقطة مئوية. لحق بهما المركز البحريني برفع سعر الفائدة على الودائع لأسبوع بربع نقطة مئوية إلى 5.5%، والفائدة على الودائع لليلة واحدة بنفس المقدار إلى 5.25%، فيما ارتفع سعر الإقراض إلى 6.75 نقطة مئوية. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.